is Safa Ouali, co-founder and partner GMT التصميم والتنفيذ. هاي سامع عيسى، co-founder and partner GMT Design and Build. شركتنا شركة بتقدم خدمات التصميم والتنفيذ في مجال الكونستراكشن، وعن طريق تنوع فريق العمل في GMT بنقدر نقدم خدمات في كل ما يخص الكونستراكشن. وسنة بعد سنة بنوثق تواجدنا في السوق القطري بتقديم خدمات أكتر، نقدر نوصل للعميل إن هو يبقى إحنا بالنسبة له one stop shop، يجي عندنا نقدر نعمل له كل حاجة من أول إصدار الترخيص لحد إتمام البناء. إحنا السنة دي إن شاء الله أضفنا تقنية جديدة، استخدمنا التكنولوجيا الحديثة من خلال تقنية الـ VR، اللي من خلالها اللي هي الواقع الافتراضي، من خلالها العميل في موقع الأرض يقدر إن هو يشوف التصميم كامل بمقاسات حقيقية وأبعاد حقيقية لمشروع. توقعاتنا المعرض النبيتة كان إن شاء الله 2024 تكون نسخة أنجح من السابق، زي من نجاح لنجاح، كل سنة تبقى أنجح من اللي قبلها زي ما تعودنا مع معرض النبيتة. كل سنة الفوتفول أو العملاء اللي بتيجي ابن بيتك بتزيد، بتبقى ناس المعرض بتعرف أكتر، في اهتمام كبير من المجتمع القطري بالمعرض. تواجدنا في المعرض بيخلينا أقرب للعميل اللي هو احنا متواجدين عشان، وبنقدر نعرف احتياجاته، بنقدر نعرف طلباته، بنقدر نطور من نفسنا عشان نلبي كل الطلبات دي ونواكب الاحتياجات دي. منتظرينكم في معرض ابن بيتك، صالة 8، جناح E34.